لأنه هذه بالفعل زيارة تاريخية، وسمو الأمير سبق أن زار الصين قبل 7 أو 8 سنوات عندما تولى مقاليد الحكم، ولكن الآن الظروف تغيرت تماما، الظروف تغيرت على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وبالتالي تستوجب هذه الظروف والتغير اللي حصل في هذه الظروف والأوضاع أن يكون هناك تبادل في الزيارات، وأن يكون هناك تشاور بين المسؤولين في البلدين. علاقتنا بالصين علاقة متميزة وعلاقة قديمة وعلاقة تاريخية بلا شك، وهناك مصالح كبيرة مشتركة بين البلدين، ونسعى دائما إلى تعزيز وتعميق وتطوير هذه العلاقات بين البلدين. هذه الزيارة على المستوى الثنائي تأتي في هذا الإطار. هناك اتفاقيات سيتم توقيعها، وهناك اتفاقيات تم توقيعها، وبالتالي يعني تنامي المصالح بين البلدين يؤكد ضرورة تطوير هذه الاتفاقيات وأن تشمل العديد من المجالات. الزيارة ستفتح آفاق وتفتح أبعاد جديدة ومتطورة للعلاقات بين البلدين. مثل ما ذكرت لك المصالح تنامت بين البلدين منذ أن بدأنا هذه العلاقة، والمصالح والمشاريع العملاقة بين البلدين عديدة، وليس أقل من الحديث عن الجزر الكويتية، تطوير الجزر الكويتية وهذا مشروع عملاق، وأيضا مدينة الحرير التي ستتولى الصين الإشراف والتمويل. هذين المشروعين المهمين والمشروعين اللي سيكونون نقطة تحول في الاقتصاد الكويتي. الصين طبعا ثقل سياسي واقتصادي في العالم، وبالتالي الصين مؤثرة في كل قضايا العالم، سواء قضايانا أو القضايا التي على مستوى العالمي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الزيارة أتاحت فرصة للقيادة الصينية لأن تكون قريبة جدا من رؤية صاحب السمو ومن تفكير صاحب السمو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي نعيشها، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا الدولية. فبالتالي هناك تنسيق وهناك تشاور مع القيادة الصينية حيال هذه القضايا الحديثة، ونحن ممتنين تماما لقضايا لمواقف الصين حيال قضايانا الإقليمية. الصين دائما تدعم هذه القضايا، والصين أيضا تتحرك من منظور واضح وهو حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في العالم. نحن في مجلس الأمن، ونحن أيضا الآن أعضاء في مجلس الأمن، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وهذا يستوجب منا ويستدعي منا أن يكون هناك دائما تشاور وتنسيق بين وبين الحكومة الصينية. فنحن نرتاح ومرتاحين تماما لمستوى التنسيق ومستوى التشاور مع أصدقائنا في جمهورية الصين الشعبية، باعتبار جمهورية الصين الشعبية من اللاعبين الرئيسيين في قضايا العالم، ومن المؤثرين بشكل أساسي في دفع هذه القضايا لما يحقق الأمن والاستقرار الذي نشهده نحن جميعا. كل العالم جميعا يأم الصين الآن ويتوجه إلى الصين. الصين دور، الصين ثقل، الصين مكانة، الصين قدرة، الصين إمكانيات اقتصادية. لا يمكن لمن يسعى لأن يحقق معدلات تنمية عالية أن يتجاهل الصين. وبالتالي نحن ضمن هذا العالم توجهنا إلى الصين لأننا ندرك دور الصين وأهمية الصين وقدرة الصين على أن تسهم في تحقيق معدلات التنمية المطلوبة لدينا. وبالتالي بالفعل الصين منصة اقتصادية عالمية، الكل يأم هذه المنصة ويتوجه إلى هذه المنصة، ونحن جزء من هذا العالم، نتفاعل مع هذا العالم، ونؤمن تماما بالدور الذي يمكن أن تقوم فيه الصين، ولدينا ثقة كبيرة بأن الصين ستكون عامل مهم في دعمنا وفي تأييدنا وفي تحقيقنا لمعدلات التنمية التي ننشدها لبلدنا الحبيب.